التلفزيون وكانوا كانوا كيقول لك ودي راه ما كاينش حاجه كانت الحروب وكانت ناقش عليهم ومن هيك اسمعوا الشارع كانوا باش يجي واحد الله يجازيك هاي النقطه انا راه عندي واحد الغلط كان وعدوني به وعندي الورقه ديال التسليم ديالو راه هنا في التلفزيون وكانوا كانوا كيقول لك ودي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معي مرة أخرى في هذا الفيديو الجديد، نتمنى تكونوا بخير على خير، تكونوا بصحة جيدة يا رب العالمين. كي جاكم مول السيجارة، مول السيجارة، كي جاكم مول ماركيز، ماربورو، هذوما الناس اللي كيمشيو يهضروا، يدافعوا على الحقوق ديال المواطنين، المتطلبات ديال الشعب أشنو اللي خاص. كيضرب ماربورو ما على بالوش ما مسولش، الناس حداه كلشي ساكت، الناس كتهضر وهو ما على بالوش ما مسوقش. شنو اللي بان لكم؟ يعني كون كانوا الناس اللي يحترموا الرسل فهاد الشخص هذا ما غاديش يكون داخل في ديك القاعه، بغيتي تكمي الشارع ولا تسالي الجلسه ديالك وسير كمي، حنا ما غاديش ندخلوا يعني في الخصوصيات ديال الناس وكمي ولا شرب ولا ما شغلناش فيك، ولكن انت في واحد الجلسه يعني احتراما لهذوك الناس يعني حتى تسالي وكمي مع راساتك، ولكن ماشي دير فيها انا شي حاجه وسط الناس كتهضر وانت كدير هكا بالكارو وكتبوخ وما على بالكش والناس دايرين بك كلشي جالس، يعني في مجلس اللي كتدبر فيه الشان ديال الله. غير باش نحطكم في الصوره ان هذا الشخص هذا النوع ديالو هما اللي هضر عليهم واحد الاستاذ اللي غنخليكم الفيديو باش تشوفوه ما تمشيو فين 2017 في المجلس ديال المستشارين، وكيقول بالحرف ان الكلام اللي قال يعني معقول شويه وقاصح هو اللي تسبب له ربما انهم نحاوه من السياسه حتى دخل للقضاء وكذا. المهم غادي نخلي لكم الفيديو باش تشوفوه. مؤخرا اللي لاحظتوا في المغرب هذا واحد الضجه ديال الفساد، كلشي غيدخل الحبس، كلشي غيتحاسب، ما نعرف اشنو. كاين شي واحد اللي راه في البرلمان كاع داك اللي راه اللي مترأس البرلمان حتى هو راه عنده امور مع القضاء، ولكن راه هو جالس تمايا كيعطي الكلمه للناس وكذا الى اخره. ما لاحظتوش ان بين ليلات وضحاها 5000 ما نعرف اشنو قال لك ديال الرؤساء ديال الجماعات اللي عندهم شبهات وعندهم امور اللي خاصهم يؤديوا عليها حسابات ولا خاصهم يعني يمتثلوا امام القضاء باش يشوفوا بعض الامور ديال الممتلكات كذا الى اخره. ما جاكمش داك الشيء يعني غريب؟ يعني ما بين ليله وضحاها بداو كينزلوا على الناس اللي هذا مطلب شعبي بطبيعه الحال، حنا هذا الشيء بغيناه، ولكن ما بغيناش يكون الفرز، يكون المساواه. اللي دار الذنب يستاهل العقوبه، مواطن برلماني وزير كما بغى يكون النوع ديالو، اي واحد بان عنده ريال ما ديالوش يعني يتحاسب عليه. المهم على باش ما نطولش الفيديو بزاف نخليكم تسمعوا الفيديو اللي قلت لكم ديال الاستاذ الجامعي ديالنا المحبوب عند المغاربه كاملين. ما تنساوش البصيمه ديالكم بارك الله فيكم والبارطاج الى قضيتوا باش تعمل فائده. عندي ثروه ديال العلم، عندي شويه ديال العلم قريته، ما عنديش حتى فلوس انا، ما عندي حتى شي حاجه، اتحداك الحسابات البنكيه ديالي هي قد لهم كافه الوسائل باش يمشوا ليها. هاد الدار اللي عندي راه قاعد فيها هي ملكي خالصا واشتريت قبل الانتخابات. عندي واحد الدار اخرى ابتدات فيها كاستاذ جامعي شقه فيها 84 متر اشتريتها سنه 2006. هادشي اللي عطى الله هو واحد السياره هي فم الباب ميتسوبيشي عندها 8 سنين ولا 9 سنين. خرجت من الجهتي مديونا، ما عندي لا ريال لا جوج ولا اريد لا مالا ولا ثروه. الثروه الحقيقي ديال الانسان هي السمعه ديالو، هي راس المال، شي حاجه اخرى ما كنقلبوا لها. لو كان كنقلبوا للمال وكان مشينا بغينا نديروا وجينا للجهه راه فيها الفلوس. وما تقوم عليه القائمة اليوم في جهة قولي موادنون هي مشكل فلوس. كاينين اليوم كاين أكثر من 250 مليار ولا أكثر ستضخ في الجهة، وهذه القيمة كاملة راه قايمة على الفلوس باش نكونوا واضحين. وهذا هو لب المشكل الحقيقي في المغرب، اللي تبكى على شي حاجة كيديها والبلاد راه غادية للهاوية. وهذا الشيء قلته كنتحمل فيه المسؤولية ديالي، كنتحمل فيه المسؤوليه، لانه اللي كنقولها وكناكدها اللي بغي البلاد ديالو واللي كيبغي الملك ديالو كيقول له الحقيقه. وانا كنبغي البلاد ديالي وكنبغي الملك ديالي وقلت له الحقيقه. وعلى فكره منذ انتخاب رئيس الجهه تقول لي مدنين وانا اطبق الخطاب صاحب الجلاله واتحدى من يثبت عكس ذلك. الشفافيه، ربط المسؤوليه والمحاسبه، براءه الذمه، دخلتي تخدم ماشي دخلتي تغتنى. الاغتناء معروف، وهذا الشيء راه قلته في مجلس المستشارين 2017، وكان هو السبب ايضا من بين الاسباب التي كلامي لم يعجب فيها الكثير من المؤسسات الرسميه. واحد الدراسه اللي وزاره الداخليه نفسها اعطتها وهي ارقام مخيفه وتجعلني اضع يدي على المستقبل وعلى نجاح او فشل هذا المشروع، عندما
نقرا هذه الدراسة بتمعن ونجد على أن أكثر من 4562 رئيس أو مستشار أو ممارس داخل المجالس الترابية لا يحملون الشهادة الابتدائية. هذا يعطينا واحد تصور على مستقبل المغرب وعلى أيضا على راهنية هذا التصور إلى الآن. لماذا نحن دولة لا تتقدم كثيرا، تفرح في الرياضة وتنتكس في السياسة؟ لماذا بهذه النخب تسافلون ملي كان نلعبوا الكرة كان وجدوا الفريق مزيان كان مشو كان تاصروا، ولكن ملي كان نلعبوا السياسة ما عناش فريق متوجد، ما عناش فريق، فريق بشهادة ابتدائية لا يقرأ، ومنتخبون حسب دائما الإحصائيات حتى لا تجنى على أحد، منتخبون يجعلون من العمل السياسي حرفة. العمل السياسي ليس حرفة، العمل السياسي هو عمل تطوعي يجب أن يحضر فيه المصلحة العامة فوق كل اعتبار، ويجب أن لا يكون للارتزاق ولا للاغتناء. مجال الاغتناء معروف، تجارة، الممارسات الحرة، المهن الحرة، ولكن مجال السياسة كما تفهمه الدول الغربية هو مجال للعطاء والتضحية وليس مجال للاغتناء. نحن هنا الآن لازمنا كنخب لم نتجاوز هذا المفهوم. كل من دخل إلى مجلس يرى أول ما يرى مصلحته الخاصة، ثم بعد ذلك مصلحة الحزب، ثم بعد ذلك مصلحة الوطن. وهنا أضع وأدق ناقص الخطر على مستقبل المغرب. إذا الإشكال الحقيقي اليوم كما قال السيد الرئيس، لم نعد نناقش المراسيم التطبيقية ولا النصوص التنظيمية، أظن على أنها تم استيفاؤها. ولكن الإشكال يرى في المغرب ليس فقط في الجهوية، ليست مشكلة نصوص قانونية، حتى في مسألة القضاء وغيرها من القطاعات رأى الإشكال النص القانوني متقدم جدا، وأحيانا نستورد من السويد ومن سويسرا ومن فرنسا، وأغلب ترسانتنا القانونية هي فرنسية بالأساس. ولكن هل يمكن أن نقارن أنفسنا بفرنسا؟ توجد إشكاليات حقيقية، وتوجد خروقات مسكوت عنها إلى الآن، وتوجد نخب فاسدة لا زالت تمارس العمل السياسي بكل وقاحة وجرأة دون أن يوقف أحد. فإلى أين يتجه المغرب وفق هذه المسارات المتعددة؟ وأنا أتحدث ليس من منطلق فراغ فقط، أتحدث من منطلق واقع ممارسة جهوية لمدة سنتين لم نتحرك فيها قيد أنمل، بفعل عدم فهم النخب لطبيعة المرحلة، وبفعل غياب الدولة داخل بعض المناطق لمراقبة مسار هذه النخب وكيف تدرجت. لم نعد نطرح سؤالا داخل المغرب من أين لك هذا، ولم نعد أيضا نطرح سؤالا داخل المغرب كيف وصلت إلى هنا، كيف وصلت إلى هنا.